بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نبدأ في الجزء الثاني اللي هو ميكانيكا الأجسام الصلبة أو الصلدة. إحنا معادلات الحركة اللي مرن معنا في السابق قوانين نيوتن ضمن إذا تذكروا لما رسمنا الفري بادي دايجرام لما مثلنا الجسم وفي أبعاده سواء كان عندنا جسم على شكل كرة على شكل مكعب مربع إلى آخره كنا نمثله بنقطة واحدة صحيح؟ إذا بتتذكر لما رسمنا القوى المؤثرة كنا نأخذ نقطة واحدة من الجسم ونمثل القوى المؤثرة على هذا الجسم. معنى آخر هذا يعرف بالتمثيل النقطي للجسم، يعني ما اللي دعوة شكل الجسم كيف يكون سواء شكله مكعب مستطيل متوازي مستطيلات مربع مهما كان شكل منتظم غير منتظم ما كان له دعوة فيه. كان المهم عندنا إيش؟ إنه نمثل الجسم بنقطة واحدة. وكنا أحيانا نتجنب ذكر أي شيء عن هذه النقطة صحيح، ويقول أنه كأن القوة كل القوة زي ما تفضل الأستاذ تؤثر في هذه النقطة صحيح، كتلة الجسم رد الفعل مثلا أو القوة الخارجية المؤثرة عليه قوة الاحتكاك وما إلى ذلك. لكن أحيانا عندنا في بعض الأجسام مثلا في الحياة العادية الأجسام ما هي أجسام نقطية صحيح، وإنما إلها أبعاد وإلها امتدادات صحيح. فلما تأثر قوة على جسم ما أثناء حركة هذا الجسم قد يصبح في عندي دوران للجسم، لكن قانون نيوتن الثاني ما بقولنا ما بتكلم في هذه الناحية بالذات، فقط نحتاج أن نشوف القوة المؤثرة على الجسم تساوي الكتلة ضرب التسارع. طيب كيف ممكن ندرس حركة هذه الأجسام؟ يعني الحركة ما هي بسيطة كما قانون نيوتن الأول الثاني يوحي بذلك. فإيش نعمل في هذا الحالة؟ لابد من نحاول نضيف شيء آخر، بالضبط نضيف أشياء أخرى بحيث لحركة الجسم بحيث تأخذ في عين الاعتبار إيش حالة الدوران مثلا وما إلى ذلك. فهذه تقريبا البداية عندنا في إيه بالنسبة للأجسام الصلبة. فلتحديد ذلك يعني أخذنا هذا المثال اللي عندي في المقذوفات، أن جسم على شكل عصا أو مضرب البيسبول هذا وقذفناه إلى الأعلى، عصا عادي قذفناها إلى الأعلى، راح نلاحظ أنها تتحرك على مسار مقذوفات شكل مقذوفي، لكن في نفس اللحظة العصا في هذه الحالة أيضا تدور بحركة دورانية. لما عالجنا المقذوفات احنا كنا نعتبر الجسم هذا كأنه بس فقط نقطة واحدة وهذا المسار اللي موجود عندنا في على بشكل نقط عندي في هذا يعني ايش؟ انه حركة الجسم ما هي حركة بسيطة بالبساطة اللي عالجناها في السابق. حتى نبسط الحركة احنا قلنا ايش شو بنعمل؟ بنحاول نمثل هالجسم هذا بأبعاده المختلفة بنقطة واحدة، ونقول إنه حركة هالنقطة الواحدة تمثل أو تحاكي حركة إيش الجسم ككل. فهذه النقطة اللي ما يعرف بمركز الثقل أو مركز الجسم، طبعاً لها فوائد كثيرة في تحديد يعني نحدد مركز ثقل لأي جسم له فوائد كثيرة، وله يعني أهم ميزة في هذه الحالة إيش؟ إنه تسهل لي عملية حركة الجسم، إيجاد القوة المؤثرة على الجسم، محصلة القوة، التسارع وما إلى ذلك. تفضل. هي اللي تقريبا تمثل حركة الجسم، يعني بمثل حركة الجسم الكلية. أي لا طبعا صحيح ما تحرك، يعني إذا لاحظنا زي ما قال الأستاذ إذا قررنا بحركة الجسم هذا مركز الثقل بحركة مثلا أي طرف من الأطراف، لاحظ حركة النقطة الطرف هذا بدأت من النقطة هذه ارتفعت إلى الأعلى إلى الأعلى وعادت إلى الأسفل هنا، فهذا ما هو لا يشابه حركة المركز الثقل ككل، لأن قلنا إيش إحنا في هذه الحالة أن حركة دورانية الجسم يدور حول نفسه حول مركز الثقل في هذه الحالة بالإضافة لحركة إيش حركة المقذوفة في هذه الحالة. فإحنا نمثل يعني النقطة الأساسية الأولى في هذا الجزئية
إن نحاول إيجاد طريقة لكيف يمكننا تحديد مركز الثقل لهذا الجسم. صحيح. فإحنا كيف بدنا نشرح للطلاب مثلاً لما نقدم لهم الآن مركز الثقل؟ لو سمحت دكتور. تفضل. الله يعطيك العافية. ممكن تستخدم المؤشر بس. مش سامع والله الصوت. تستخدم المؤشر في. على والله صعب إن نستخدم المؤشر لأنه هذا يعني لازم أكون جالس على. أيوة. طيب إحنا اللي تكلمنا قلنا إيش إنه مركز الثقل بالنسبة للعصا هذه الموجودة اللي عندي أو كرة المضرب إذا أخذنا الحركة الكلية للجسم. فراح يكون عندي حركة المقذوف اللي هو تمثل بالنقاط هذه إضافة لذلك الحركة الدورانية للعصا هذه. فلو أخذنا أي جزء أو أي طرف من أطراف العصا ونشوف كيف بدور عندي في هذه الحالة نتبعه معي على هذا فلاحظوا أنه الطرف يدور حول مركز الثقل ويعود إلى النقطة هذه بينما لو أخذنا النقطة مركز الثقل فإن الحركة تكون عندي حركة مخذوفات بسيطة زي ما مثلناها في السابق وقلنا إيش إنه الحركة الكلية للجسم قد تكون معقدة قد تحتوي على دوران حركة دورانية إضافة إلى حركة انتقالية فعندنا النقطة الأساسية في هذه الحالة إنه نحاول نشوف كيف نوجد أو ما هي الطريقة لتحديد مركز الثقل بتصور أسهل طريقة إن نبدأ لهم بمثال بسيط سواء ممكن نأخذ مسطرة مثلا عادية أو كتاب ونحاول مثلا المسطرة هذه نحاول نوضعها مثلا على طرف الأصبع مثلا ونقوم بعملية اتزان ممكن نسأل الطلاب قلم القلم عندك حاول خلي القلم يقف متزن على طرف الأصبع بعدين نحاول نسأله ليش مثلا شو معنى أنه الجسم متزن على طرف الأصبع مثلا لو أخذنا قلم عادي مثلا سعر قلم من قلم مثلا بالشكل هذا حاول الطالب يوازن مثلا جيد انه يبدا يعني يعملها في الصف لاحظ انه اتزن ما شو معنى هذا الكلام انه مركز الثقل للجسم هذا بعتبره في نقطه تقع في هذه عند هذه نقطه الارتكاز هذه وانا اخذ الجسم ككل وامثله فقط بهذه النقطه اللي تعرف بمركز الثقل او مركز الاتزان طيب نطل يعني ننتقل لنقطة ثانية نقول الآن شو بتتوقع محصلة القوة المؤثرة على المركز في هذه الحالة هل الجسم متزن أو غير متزن يكون عنده يعني اوريدي في عنده فكرة عن قوانين نيوتن أو قانون نيوتن الثاني وما إلى ذلك إذن مركز الثقل هي نقطة الاتزان اللي إذا وضعنا الجسم في موقع اتزان فراح يبقى متزن عند هذه النقطة طيب نقول للطالب الآن مثلا عندي كتاب كيف يمكنني تحديد مركز الثقل؟ بتجربة بسيطة جدا التعليق بالضبط فلو مسكنا هذا الكتاب مثلا علقناه من أي نقطة لاحظوا أنه يكون عندنا متزن فنحاول الآن نرسم خط عمودي من نقطة الاتزان للأسفل إذا عندنا إحنا متأكدين أنه في هذه الحالة مركز الثقل يقع على خط يمتد من نقطة التعليق إلى الأسفل خط عمودي رأسي الشيء الثاني نقول الآن نمسك نفس الجسم هذا من نقطة أخرى ونعلقه ونرسم خط ثاني الآن نقطة التقاء هالخطين هذه راح تكون عندي إيش هي مركز الثقل فبإمكان الطالب الآن يجري العملية هذه ومثلا يرسمها بطريقة بسيطة على دفتر أو على قطعة كرتون مثلا أو قطعة خشب صغيرة لاحظوا قطعة خشب صغيرة أو كرتونة ما راح تكلف شيء ومع خيط أو خيطين فراح الطالب تلاحظ إنه يعني قام بإجراء التجربة ببساطة ورسخ عنده الآن إيش مبدأ أو مفهوم مركز الثقل طيب ننتقل لنقطة ثانية نسأل سؤال للطالب تفضل مركز الكتل صحيح أيوة هو بعض الكتب زي ما تفضل الأستاذ يقول مركز الثقل أو مركز الكتل هو الأصح والأدق أن يكون عندنا مركز الثقل ليش؟ لأنه إحنا نحاول نشوف نقطة المحصلة محصلة القوة الثقل هو الوزن صحيح؟ فهي محصلة القوة اللي بتكون عندنا تقريبا تساوي صفر في هذا الحال لو استخدمنا مركز الكتل أنا عارف أنه كثير من الكتب أو بعض الكتب القديمة يقول لك
يعني بتعرف مركز الثقل الكتل على أساس كأنه كل مادة الجسم مركزة أو كل الكتلة تقع وين؟ في هذه النقطة. لكن هذا قد يكون في عنا لبس للطالب، لأن السؤال الثاني اللي ممكن نسأل الطالب نقول له هل مركز الثقل بالضرورة راح يكون موجود داخل الجسم ولا قد يكون خارج الجسم؟ قد يكون خارج الجسم. مثال بسيط على هذا الكلام، حلقة مثلا، أو مثلا علاقة الملابس، هذه جبناها من الفندق بس ما تعلموا أحد إن جبناها من الفندق. علاقة الملابس مثلا عندي، كويس. الآن وين مركز الثقل لهذا؟ لا، في نقطة في خلال هالمنطقة الفارغة هذه، صحيح؟ هل يمكنني تحديد مركز الثقل لهذا الجسم، جسم غير منتظم مثلا في هذه الحالة؟ نفس الشيء، نفس الفكرة السابقة التعليق. الآن لو مسكته من النقطة هذه وخط عمودي، إذا هذا الخط العمودي راح يكون عندي مركز الثقل. اختار أي نقطة ثانية بحيث ما تكون نفس النقطة المقابلة هذه. أي نقطة، مثلا لو أخذ هذه النقطة وخط عمودي، إذا الخط العمودي راح يكون عندي بهالشكل هذا، صحيح؟ إذا مركز الثقل راح يكون عندي وين؟ منطقة الفراغ أو المنطقة هذه. مثال بسيط جدا، العقال، العقال العادي، وين مركز الثقل لهذا العقال؟ إذا ممكن يكون عندنا في الهواء خارج إيش؟ خارج الجسم، يعني مش بالضرورة يكون عندي مركز الثقل. وهذا أحيانا قد تكون شوي غريبة، فكرة غريبة عند الطلاب، لكن لابد من أنها تكون واضحة عندهم في البداية. وزي ما قلنا، المثال أو التجربة خير برهان، وتجربة بسيطة ممكن الطالب على طول يستدل على مركز الثقل في هذه الحالة. طيب، السؤال الثاني الآن، هل هناك طريقة، احنا الآن عرفنا انه في طريقة عملية تجريبية، هل هناك تقريبا طريقة حسابية لإيجاد مركز الثقل للأجسام المنتظمة؟ إذا أجسام منتظمة، مجموعة أجسام منتظمة، جسمين، ثلاث، أربع أجسام، في عندنا طريقة لإيجاد مركز الثقل لهذه الأجسام. طبعا احنا ممكن نسألهم مثلا ايش هم شو تتوقعوا، هل هناك استخدامات أخرى لمركز الثقل؟ زي ما أعطيكم في الملاحظات انه راح تيجي عندنا في خلال أمثلة التصادم مثلا، إذا كان في عندنا متسع من الوقت، في حال تحطم الطائرات مثلا أو الصواريخ أو ما إلى ذلك، لما يبحثوا عن الجسم الأسود بتذكروا في الطائرات. لو سمحت يا دكتور، تفضلي. في عندنا في الكتاب بالنسبة لمركز الثقل، أيوة تفضل، هي عبارة عن نقطة كأنه يعني من المفهوم أنها تمثل جزء من الكتلة. الآن لو هو مركز الثقل في منطقة الفراغ في المنتصف، هي لا تمثل جزء من كتلة الجسم، صحيح، لكن أنا أعتقد أن هي ما زالت النقطة تقع في حدود إطار الجسم، هي ليست خارجية بمعنى أنها خارج إطار الجسم، صح كده؟ لا، قد تكون خارج إطار الجسم أيضا. طيب كيف يعني إذا كان هو يعني بينص عليها أنه هي لابد أن تكون نقطة من أو تمثل نقطة من كتلة الجسم؟ لا، هي مش بالضرورة تكون نقطة من كتلة الجسم، ليس بالضرورة أن تكون نقطة من الكتلة. ليس بالضرورة، مش بالضرورة تكون في يعني كنقطة كتلية من الجسم. زي ما قال أحد المدرسين، بعض الكتب تذكر أنه مركز الثقل، مركز الثقل، وبعضها تذكر مركز الكتل. إيش الأصح أنا في هذه الحالة؟ الأصح والله أعلم أن يكون مركز الثقل.